مساء الخير، أتمنى تكونوا بأفضل حال. النهاردة هنكمل اللي بدأناه في الجزء الخاص بالسبويلج والريورك والسكراب أندر البروسيس كوستنج سيستم. عرفنا طبعا اللي أندر البروسيس كوستنج سيستم إن البيجينينج ورك إن بروسيس بلس الستارتد يونتس شود بي إيكوال الكومبليتد يونتس أند ترانسفير أوت بلس الإندينج ورك إن بروسيس بلس السبويلج يونتس. وعرفنا ان السبويلد يونتس ممكن تبقى نورمال سبويلد وممكن تبقى نورمال سبويلج او اب نورمال سبويلج. النورمال يبقى اكوردنجلي ان في افيشنت كونديشنز ما فيهاش مشكله خالص، بس ده بتبقى حاجه طبيعيه، بتبقى موجود مثلا يحصل بريك داون للماشين بتاعت حضرتك وبالتالي ده امر طبيعي، فبتعتبرها كانها ضمن الكوست اوف برودكشن كوست اوف مانيفاكتشرنج عادي جدا. لكن الاب نورمال سبويلج بنعتبره كانه لوس، بنعتبره كأنه loss وبيتحمل على الـ income state وبيتحمل على الـ income state. طيب هل السؤال بقى، هل الـ spoilage والـ scrap under الـ job order costing system هيختلفوا under الـ price costing system؟ الـ concept واحد، الاختلاف على حسب الكيس. الاتنين موجودين في نفس الشابتر، ما فيهمش مشكلة خالص. أما الاختلاف في إيه؟ الاختلاف اللي في الـ job order costing system، أنت عند حضرتك بيجي لك order، الـ order ده الكوست بتاعته بتختلف على الاوردر اللي بيجي من كاستمر تاني، بيختلف على الاوردر اللي بيجي من كاستمر تاني. عكس البريس كوستنج سيستم، بيبقى الكوست اندر البريس كوستنج سيستم للبرودكت هي ايدنتيكال، ما مش هتختلف. برودكت A زي B زي C، انت بيبقى عندك سيميلر برودكتس، لكن هنا لحد ما في ديفرنت برودكتس لو انا شغال في الجوب اوردر كوستنج سيستم. عشان كده لازم حضرتك تقدر تحسب الدايركت ماتيريال للاوردر ده والدايركت ليبر والمانيفاكتشرنج اوفر هيد كوست. كنا بنعمل لها حاجه اسمها الوكيشن، بنعمل حاجه اسمها مانيفاكتشرنج اوفر هيد الوكيتد، تبدا تشوف والله الكوست درايفر بتاعك ايه بس على مستوى الكمباني كلها. فممكن يبقى الليبر اور، الماشين اور، الليبر كوست، الماشين كوست، ايا كان الكوست درايفر بتاعك. طيب الاختلاف هنا ان انت ممكن يكون اليونتس بتاعتك ب 10,000 يونتس مثلا، ولكن الاوتبوت ب 8,000 يونتس، ففي 2,000. ال 2,000 دول بنسميهم ايه يا جماعه؟ بنسميهم السبويلد يونتس. ممكن يبقى نورمال واب نورمال، هنشوف دلوقتي هنتعامل معاهم ازاي. تعال نشوف الكيس دي بتتكلم على ريكوجنيشن اوف لوس فروم السبويلج. عندي كمباني الكترونكس مانيفاكتشر سيل فون، ف التوتال سيل فون مانيفاكتشر ب 8000 ما فيهاش اي مشكله. ده التوتال اوتبوت. الفون ريجكتد ده السبويلد يونتس 300. التوتال مانيفاكتشرنج كوست 32000. السؤال الاولاني بيطلب ايه؟ وات از يونت كوست اوف ميكينج 8000 سيل فون؟ انا عايز الكوست بير يونت، انا عايز الكوست بير يونت. هي الكوست بير يونت هتبقى عباره عن ايه؟ التوتال مانيفاكتشرنج كوست، انا كان مفيش سبويلد يونتس في الكيس التراديشنال عادي جدا. يعني انا افترض هنا دلوقتي ان انا لسه ما دخلتش في قصه السبويلد. التوتال مانيفاكتشرنج كوست ديفايدد باي التوتال برودكشن، توتال برودكشن از يونتس، طبعا توتال برودكشن از يونتس، ف برودكشن از يونتس ايكوال هتقول لي 320,000 ديفايدد باي 8,000 ايكوال 40 بير سيل فون، صح كده؟ يبقى ده لو انا عايز ايه؟ لو انا عايز اجيب يا جماعه المانيفاكتشرنج كوست، انا عايز اجيب الكوست بير يونت. فالتوتال مانيفاكتشرنج كوست ديفايدد باي ايه؟ ديفايدد باي توتال برودكشن. يبقى التوتال برودكشن كوست اهي والتوتال اوتبوت، ما فيش مشكله. ده لو عايز اجيب الكوست بير يونت. طيب ايه هي التوتال كوست اوف 300 سبويلد يونتس؟ لو انت عندك الكوست بير يونت، كنا في البروسيس كوستنج بنسميها الكوست بير ايكويفالنت يونت. هنا انا عايز الكوست بير يونت، انت عندك 40. يبقى لو انا عايز دلوقتي التوتال كوست، التوتال كوست هي عباره عن النمبر اوف يونتس سبويلد يونتس 300
تايمز ايه؟ تايمز ال 40 فتطلع 12,000 صح كده؟ دي التوتال كوست. طيب يبقى كل الفكره لو طلب منك الكوست بير يونت هتشوف المانيفاكتشرنج كوست كلها اللي هي 320 توتال مانيفاكتشرنج كوست، وهنقول ايه بعد كده ديفايدد باي ال 8000. حد خد باله من حاجه؟ اه، ان الكوست بتاعت السبويلد يونتس لو في كوست هتتضاف في المانيفاكتشر، هو هنا نو ديسبوزال فاليو، ملهاش اي ديسبوزال فاليو، ملهاش اي قيمه خالص. فالديسبوزال فاليو لو ليك فيها ديسبوزال فاليو ممكن نعمل له ريدكشن من المانيفاكتشرنج كوست، كاننا هنضيفها على المانيفاكتشرنج كوست بس بالماينس، تمام؟ بس هنا ما فيهاش ديسبوزال فاليو. حته الديسبوزال فاليو دي هنشرحها كمان 5 دقايق من دلوقتي. طيب يبقى اول حاجه اليونت كوست، عشان اجيب الكوست بير يونت التوتال مانيفاكتشرنج كوست ديفايدد باي التوتال برودكشن، والتوتال كوست لل 300 سبويلد يونتس يبقى النمبر اوف يونتس او النمبر اوف سبويلد تايمز الايه الكوست بير يونت. نمبر 3، لو السبويلج ده از كونسيدر از نورمال، نورمال سبويلج بتعتبر جزء من البرودكشن، جزء من البرودكشن، الانكريز اللي حصل في اليونت كوست بكام؟ اجيبها ازاي؟ موضوع بسيط قوي، في طريقتين. هو السبويلج كله الكوست بتاعته بكام؟ ب 12,000. طيب ال 12 دي الكوست بتاعت اليونتس صح كده؟ اللي هي المفروض سبويل. لو انت عملت ديفايدد باي التوتال برودكشن، البرودكشن كام؟ البرودكشن كام؟ هتقول لي 8000. هل اقسم على التوتال برودكشن كله؟ لا. ليه؟ لان التوتال برودكشن ده في جزء ديفكتيف يونتس، خلي بالك هو في كومبليتد وفي جزء ديفكتيف. الديفكتيف يونتس بكام؟ الديفكتيف يونت ب 300، كان قلت ديفايدد باي 7700 صح كده؟ فلو جينا حسبنا الكوست بير يونت تطلع 1 بوينت، احسبها معايا كده 1.56. يبقى ده يعتبر الكوست لو انا في سبويلد يونتس في اديشنال كوست بكام؟ ب 1.56. دي الاديشنال كوست اللي حضرتك هتتحملها، دي الاديشنال كوست اللي حضرتك اتحملتها. يعني انت لو عايز تجيب التوتال كوست، عايز تجيب بقى اليونت كوست، ده الاديشنال كوست. لو عايز تجيب التوتال يبقى 1.56 بلس ال 40 بلس ال 40 يبقى 41.56. ده انت لو عايز تجيب بقى الكوست كلها هتتكلف كام دلوقتي في ضوء السبورتج. طيب في طريقه ثانيه، اه في طريقه ثانيه اسهل، اللي هي ودي ممكن تعمل التوتال مانيفاكتشرنج كوست ب 320,000 ديفايدد باي ال 7700. يبقى ده كده اول حاجه، ده لو ما كانش فيه سبويلد يونتس صح كده؟ طيب ولو في سبويلد ال 320,000 ديفايدد باي الايه بقى؟ divided by ال 8000. الفرق ما بين التو كوستس دي هو ال increase اللي حصل في النتيجة اللي انت بقى عندك سبويل. يبقى نتيجة ال spoilage اكيد هيبقى في additional cost، لان ال normal spoilage بنعتبره كأنه part من ال manufacturing cost. طيب هنشوف ال answers دي كلها دلوقتي. لو ال spoilage is considered abnormal per per journal entry، الجورنال انتر للاب نورمال انت بتعتبره لوس، فممكن نقول لوس، يعني لو عايز تقولها لوس فروم ايه؟ اب نورمال، اب نورمال سبويلج بالاماونت بتاعها اللي هو 12,000، ده في الديبت سايد. وفي الكريدت سايد، الكريدت سايد نقول طبعا ويب ورك ان بروسيس كنترول، لانك بتشيلها من المانيفاكتشر، بتشيلها من البرودكشن لو هي كلها نورمال. طب لو في جزء كده وجزء كده، يبقى الجزء ده بتاع الاب نورمال، الجزء بتاع النورمال كده كده هيخش في المانيفاكتشر. فتعال نشوف كده عملنا ايه. يبقى اليونت كوست يبقى 32,000 ديفايدد باي 8000، جبت الكوست بير يونت، عايز التوتال كوست لل 300، ال 40 تايم ال 300، عايز اشوف الانكريز اللي حصلت، يبقى 12,000 ديفايدد باي 7700. ليه ما قلتش ديفايدد باي 8000؟ لان هو بيقول لك اعمل اسامبشن ان ما فيش سبويلج، ما فيش يونتس سبويلد، يبقى حضرتك ساعتها هتقول ايه؟ لا مش 8 بقى، هتعملها كانها 7700، كان حصل انكريز للكوست بكام؟ 1.56. في ميثود ثانيه اللي انا لسه قايلها لك، انت اشتغل بايا من الطريقتين. واخر حاجه الاب نورمال سبويلج بنعالجه ازاي؟ بنعالجه كانه لوس فروم اب نورمال سبويلج وورك ان بروسس. تعال نشوف كده كيس ثانيه بنتكلم فيها على السكراب. هي يعني ايه كلمه سكراب؟ السكراب يا جماعه قصته ان انت ممكن يكون عندك بعض الماتيريالز اللي بتتبقى من البرودكشن، يعني
ممكن بعض الرو ماتيريالز انت دخلت الانبوت بس في رو ماتيريالز تبقى اون هاند، يعني مش هتستخدمها بعد كده في البرودكشن، لا مش هستخدمها بس ممكن ابيعها بديسبوزال فاليو. فالديسبوزال فاليو ده بيسموه ديسبوزال فاليو او سكراب فاليو بقيمه. والمشكله بقى الاكاونتنج تريتمنت بتاعت السكراب يعني محتاجه تركيز. ليه؟ السكراب ممكن يكون ليه شكلين، ممكن تكون الديسبوزال فاليو انسيجنيفيكانت، انسيجنيفيكانت بعض الناس تقول عليها انسيجنيفيكانت، بعض الناس تقول عليها اماتيريال، يعني الاثنين واحد، انسيجنيفيكانت او اماتيريال، انسيجنيفيكانت او اماتيريال، دي اول حاجه. لو هي انسيجنيفيكانت حضرتك هتعملها كانها ايه يا جماعه؟ هتاثر على البروفيت اور لوس اكاونت، بروفيت اور لوس اكاونت. عايزين بس نركز كده في الموضوع ده لانه ظريف قوي وحلو جدا. طيب لو السكراب سيجنيفيكانت، يعني ايه السكراب سيجنيفيكانت؟ يعني ليه فاليو ماتيريال، يعني ممكن يقول لك ماتيريال او ان ماتيريال. لو هو ماتيريال ليه معالجتين، لو هو ماتيريال ليه معالجتين. حضرتك لو بنفترض ان السكراب ده ظهر في توقيت معين، هنفترض اللي هو ظهر في التايم اوف سيل، تايم اوف سيل، حاجه من الاثنين، لا اما تعتبره ريفينيو، لا اما تعتبره ريفينيو، لا اما تعتبره كوست اوف اوفر هيد كوست، اوفر هيد كوست. طب لو انت اعتبرته ريفينيو يبقى حضرتك هتحطه في الكريدت كان ريفينيو زاد. طب لو اعتبرته كوست يبقى حضرتك هتحطه في الكريدت كان الاوفر هيد كوست قلت. تاني انت النهارده جالك عندك سكراب، يعني ايه كلمه سكراب؟ تاني هي الماتيريال، بعض الناس تقول هي الماتيريال اللي هتبقى عندك بعد البرودكشن ومش هتبدا، ممكن ما تعرفش تستخدمها تاني في البرودكشن، ممكن، وفي بعض الناس بتستخدمها تاني، وفي بعض الناس بتستخدمها تاني، بس احنا بندي دلوقتي السيناريو لو السكراب انسيجنيفيكانت خلاص بروفيت اور لوس اكاونت. طب لو السكراب ده ماتيريال، ماتيريال عندك تو اوبشنز، لو هو هتعتبره ريفينيو هنحطه في الكريدت فنقول ديبت كاش كريدت ريفينيو، يبقى نقول ديبت كاش كريدت ريفينيو، ولا ممكن تعتبره هيعمل ريدكشن للمانيفاكتشرنج اوفر هيد كوست فيبقى ديبت كاش كريدت اوفر هيد. هنفهم الكلام ده من الكيس دي. طيب انا عندي جوب فارم من البريس كوستنج، الثانيه يقول لك جوب 372 uses particular metal alloy وبيقول لك not used for any other job assume that the scrap is material، يبقى السكراب ماتيريال، يبقى عندي تو اوبشنز، لا اما كذا لا اما كذا، ايه كذا واما كذا، لا اما حضرتك هتعتبره ريفينيو يبقى بارت من الريفينيو بتاع حضرتك، لا اما هتعتبره بارت من المانيفاكتشرنج اوفر هيد كوست، بس كده بس كده. طيب فاول حاجه نمبر 1 بيقول لك ايه؟ الاسيوم ان السكراب از ماتيريال ان اماونت اند سولد 520 افتر برودكشن بير بير جورنال انتري. هو هنا ماتيريال؟ اه حسين قال لو ماتيريال لا اما احطه ريفينيو لا اما احطه كانه يا جماعه، طيب لا اما احطه ريفينيو لا اما احطه مانيفاكتشرنج اوفر هيد، ده لو ماتيريال. ركز بقى في الكيس دي، اولا اقف دلوقتي عند كيس نمبر 1، دلوقتي هي not used for any other job assume the scrap is material in amount and sold 520. انت عندك في الحاله الاولانيه لما انت تيجي تبيع السكراب ده هيجي لك ديسبوزال فاليو، فالكاش هيزيد، الكاش هيزيد 520، يبقى ده كأن الكاش بتاع حضرتك زاد 520. امتى بقى؟ after production. خلي بالك في فرق ما بين تو ديتس، لو انت بعتها في التايم اوف سيل ليها اكاونتنج تريتمنت، ولو انت بعتها after production ليها اكاونتنج تريتمنت. ما ينفعش بعد ما تبيع تروح قايل انا هقلل الاوفر هيد او اعتبر ريفينيو، ما ينفعش. هو ينفع بعد البرودكشن تعتبر ريفينيو؟ لا، الريفينيو بيحصل ات تايم اوف سيل، يبقى ما ينفعش اقول ريفينيو ولا ينفع اقول اوفر هيد طبعا. ات تايم اوف سيل، ات تايم اوف برودكشن ما تنفعش، لكن تايم اوف سيل اه تنفع. فالتايم اوف برودكشن ليها اكاونتنج تريتمنت مختلف. هنقلل الويب، هنقلل الويب لانك كنت مزود الويب قبل كده فقلله ب 520، يبقى دي اول حاجه. لو انت ما فهمتش دي بص على اللي بعدها. في سكراب، السكراب ده نو ريكور از مينتين فور سكراب جنريتد اسيوم ذا سكراب از اكاونتد تايم اوف سيل، تايم اوف سيل قول لي التو الترناتيف، قول لي التو اوبشن. فواحد هيقول لي ديبت كاش كريدت ريفينيو،
بالسيلز طبعا، اسمه ريفينيو. بعض الناس تسميها سكراب ريفينيو، سكراب ريفينيو، بعض الناس تسميها ريفينيو، ماشي. الكاش بيفور سيلز اند فروم، يبقى دي التايم اوف سيل. يبقى خلي بالك ان التايمنج مهم جدا، تايم اوف سيل ولا تايم اوف برودكشن. لو اكتشفت الانسبكشن بوينت في التايم اوف برودكشن يبقى ليها اكاونتنج تريتمنت مختلفه تماما على الاكاونتنج تريتمنت الثاني. يبقى كاش وسكراب ريفينيو. طيب ليها اكاونتنج تريتمنت ثانيه؟ اه، ممكن اقول كاش واوفر هيد، ممكن اقول كاش واوفر هيد، ممكن اقول كاش ومانيفاكتشرنج اوفر هيد. حد خد باله من حاجه؟ لا، محدش فاهم حاجه. لو انت بصيت كده للمانيفاكتشرنج اوفر هيد هتلاقيها في الكريدت، كانك بتقلل الاوفر هيد كوست، لان السكراب، السكراب يقلل الاوفر هيد ايه؟ يقلل الاوفر هيد كوست بالاماونت اللي جالك، ما هي في كاش جالك، فالكاش ده ممكن تقلل بيه الاوفر هيد. يبقى هنا تعتبر ريفينيو اه او تعتبر اوفر هيد. طيب يبقى الانتري الاولاني امتى بعمله؟ لو ماتيريال، يبقى لو ماتيريال في تايم اوف سيل وفي تايم اوف برودكشن، تايم اوف سيل وفي تايم اوف برودكشن. لو تايم اوف برودكشن يبقى ويب، لو تايم اوف سيل يبقى كاش واوفر هيد. طيب الاذان اذن. طيب تعال نشوف نمبر 3. Suppose that the scrap generated in requirement number 2 is returned to store room. رجعت السكراب ده عشان تستخدمه بعد كده، فعادي هتعتبره material control، عادي جدا. ممكن اعتبره كماتيريال كنترول، كانه اسيتس، كانه رو ماتيريالز، كماتيريال كنترول ما فيهاش اي مشكله. فحضرتك ممكن تستخدمه كانه ماتيريال كنترول وقلل بيه الويب، قلل الورك ان بروسيس او الورك ان بروجريس بالاماونت بتاعه اللي هو ال 4400. يبقى هنا كاش وورك ان بروسيس دي اول حاجه، لو التايم بتاعها في التايم بتاع البرودكشن. لكن التايم اوف سيل ليها تو اكاونتنج تريتمنت، كاش وريفينيو او كاش ومانيفاكتشرنج اوفر هيد كوست، واخر واحده ماتيريال ومانيفاكتشرنج اوفر هيد كوست. وطبعا الجزء الخاص ايه؟ ماتيريال كنترول، ماتيريال كنترول ومانيفاكتشرنج اوفر هيد، دي الاكاونتنج تريتمنت. لو السكراب رجع تاني ل زي ما قايل لك كده للفاكتوري بتاعك، ممكن تقولها ورك ان بروسيس. بص كده، يبقى ماتيريال كنترول كانك بتزود الماتيريال كنترول وبتقلل الاوفر هيد. ممكن نقلل الاوفر هيد وممكن نقلل الويب، بس خليها نقلل المانيفاكتشرنج اوفر هيد عشان نمشي زي الانسر، مانيفاكتشرنج اوفر هيد كوست. طيب الكيس الاخيره دي حلوه قوي. انا عندي عايز احسب الجروس مارجن لو السبويلج كلها اب نورمال، لو السبويلج نورمال ولو نورمال 12%. ازاي اتصرف في الكيس دي سريعا؟ لو السبويلج كلها اب نورمال، لو احنا افترضنا دلوقتي ان السبويلج كلها اب نورمال، اول حاجه احنا محتاجين نجيب الكوست بير يونت 240000 بلس 620000 بلس 150 تايمز ال 620000 ديفايدد باي ال 100 اللي هي 90 بلس 10 100، اجيب الكوست بير يونت. فلو حسبنا الكوست بير يونت هيطلع 17.9، دي الكوست بير 17.9، ماشي. طيب انا عايز احسب الجروس مارجن. عشان تحسب الجروس مارجن لازم يبقى معاك السيلز ريفينيو ولازم يبقى معاك الكوست. السيلز ريفينيو 2 مليون ثابته في كل الكيسز. طيب انا محتاج اجيب الكوست، اجيب الكوست ازاي؟ شوف بقى الكوست اللي حضرتك اتحملتها. هو قايل لك ان في اولا في 10000، هو قايل لك 10000 ديسبويلد يونتس also created 200 pound as a scrap. يبقى 200 times 3 يبقى دي كده 200 times 3 equal 600. ال 600 دي ممكن تعتبرها كريفينيو فتقلل لك الكوست، فتقلل لك الكوست، تمام. فبص كده معايا، يبقى اول حاجه الكوست اوف جوب حضرتك عشان تجيب الكوست اوف جوب هتعمل ايه؟ جبت اول حاجه البرودكشن كوست كلها زي ما انا قلت لك، وجبنا الكوست بير يونت، عرفنا الستيب دي نعملها ازاي. يبقى اول حاجه الكوست 1,790,000، ماشي، لان ال 1 ال 17.90 تايمز ال 100. اشيل منها الابنورمال سبويلج اللي هي 10,000، هو قايل لك ابنورمال،
تايمز ال 17 الاب نورمال بتشيلها طبعا من الكوست اللي مالهاش علاقه بالبرودكشن، واشيل منها الايه الريفينيو 600، يبقى دي التوتال كوست. عايز اجيب الجروس مارجن، يبقى السيلز ماينس الكوست اوف جوب يديني الجروس مارجن، يبقى الكيس دي نمبر اي. نمبر بي النورمال سبويلج 8%، 8 في الكومبليتد، 8 في الكومبليتد يونت. طب اجيب ازاي؟ ما هو قايل لك 8 من 90,000 يبقى 7,200 صح كده؟ انت عايز تشوف الجزء الاب نورمال، ما هي كلها ب 10، يبقى 10 ماينس 7,200 يبقى 2,800 اهي، تايمز ال 17 والريفينيو برضه ب 6، يبقى كيس 1 وكيس 2 الريفينيو ثابت ب 600، اقدر اجيب الجروس مارجن، اقدر اجيب الجروس مارجن الكيس الاخيره بدل ما خليت دي 8 خليتها 12، جرب هتلاقيها نفس الكلام. طب اخر حاجه، لو السكراب ان ماتيريال هيتحمل على اللوس اكاونت، هيتحمل على اللوس اكاونت. ربنا معاكم واشوفكم في افضل حال.